لسه بقول لك في ضربات حضاريه. طيب على كل حال خلينا نتابع دلوقتي احتفالية لجنة الطفل بالنادي الأهلي طبعا، وكانت احتفالية جميلة ان انت بتعملها كمان عشان تعرف الأطفال على المناسك الحج وعيد الأضحى أكيد يعني، وكان في كمان طبعا أنشطة كتيرة جدا فنية وترفيهية بنحب دايما من خلال كاميرا يعني النادي الأهلي ان احنا نطلع حضراتكم على كل الأجواء الاحتفالية دي اللي بتدور جوه أو في أحد فروع يعني النادي. خلينا نروح نتابع هذا التقرير. لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. احنا الحقيقه النهارده حاولنا ان احنا نفكر في الايفنت الجديد بشكل جديد، ان احنا نعمل للاطفال حاجه جديده. احنا السنه اللي فاتت والسنين اللي قبليها كنا بنعمل ورش فنيه بالمناسبه، بس الولاد كانوا بيعملوها بايديهم بس، فقلنا النهارده لازم نبقى عاملين حاجه جديده ونعرف الولاد ايه هي المناسك بالظبط. مناسك الحج بتبقى عامله ازاي، الكعبه اتبنت ازاي، الشعائر الحج كامله بتبقى ازاي، الاجواء الحج نفسها لازم نعيشهم فيها بحيث ان هم يبقوا خارجين اصلا من الموضوع فاهمين وعارفين يعني ايه العشر ذو الحجه، ويعني ايه العيد الاضحى الكبير، واحنا بنذبح اصلا في رمضان ليه، في العيد الكبير ليه، وايه المناسبه اللي جاتنا من خلالها، ويعني ايه الكعبه والكعبه اتبنت ازاي وكده. الحاجه دي مش هتيجي بالكتاب بس، احنا خدناها طبعا في المدارس وكل حاجه، لكن اما هم يمارسوها عملي على ارض الواقع ويحسوا بيها ويعيشوا الاجواء فالموضوع بيبقى في الدماغ اكتر للولاد. فمن هنا ان احنا بننمي مهارتهم وفي نفس الوقت بنبني معلومه عندهم بالايد. الحقيقه حفله عيد الاضحى مختلفه السنه دي مع النادي الاهلي واطفال النادي الاهلي، وحبينا نعمل فكره المحاكاه بتاعه مناسك الحج كطريقه تربويه للاطفال، بتعلمهم ازاي يكون في هدف من ان احنا يعني يتعلموا ايه هي مناسك الحج، وان مش بس ان احنا بنطلع من منى لعرفات، لا في مشقه ولازم يبقى الواحد بيجتهد، وهو ده اللي ديننا يعني بيقوله. فاحنا الحقيقه المناسك النهارده بالمحاكاه اللي احنا بنعملها بسطة جدا الولاد، وليهم رد فعل مختلف لانه حاجه جديده بالنسبه لهم. هتبقى يعني علماء النفس قالوا ان هي تبقى حاجه وتربيه ايجابيه للطفل في الصغر، يعني في اهداف بتترسخ في الطفل من وهو صغير. احنا هنا في النادي الاهلي مهتمين دايما في كل المناسبات ان احنا نحتفل مع الولاد ويطلعوا بالاحتفال ده او بالايفنت ده بمعلومه زائد الجزء الترفيهي. بالنسبه للمعلومه احنا النهارده بنعمل محاكاه لمناسك الحج مع الاطفال، وكنا طالبين منهم ان هم كلهم يلبسوا العبايات والجلاليب عشان يحتفلوا معانا بالمناسك على الحقيقه، على موقف بشكل من الاشكال الحقيقه يعني. والحمد لله العدد حلو، امبارح بدانا الايفنت في الشيخ زايد والناس اتبسطت جدا والولاد اتبسطوا جدا. النهارده كمان بنعيده في فرع الجزيره. الحمد لله انا شايفه الاقبال معقول قوي والولاد مستجيبين جدا والاهالي فرحانه وانا شخصيا فرحانه بصراحه. بيبقى معايا الاستاف بتاعي بكون طبعا مدرباه على حاجه زي كده والاعداد دي، وكل واحد بيكون مسؤول عن حاجه بيعملها مع الولاد، في حد مسؤول عن الشرح، في حد مسؤول عن تنظيم الولاد، في حد مسؤول عن رمي، يعني في المناسك بقسمهم عشان نقدر نسيطر طبعا على العدد، وطبعا ان احنا نجذب انتباه الطفل ان هو يعني يقدر يبقى مستوعب معانا الكلام ده، خاصه في الاعداد الكبيره. احنا الاول جبنا الولاد فهمناهم الاول، عملنا لهم انشوده كده عن مناسك الحج العشره، فهمناهم احنا هنعمل ايه في اليوم، وفهمناهم الترتيب لليوم ايه والماكيتات اللي موجوده معانا، جبل عرفات بنقف الحجاج بيعملوا ايه، بندى ايه عنده، بنرمي الجمرات، بنرمي كام جمره، بنقول ايه واحنا بنرمي الجمرات، في عندنا بئر زمزم وقصته دي لسه ان شاء الله هنقولها لهم. سافرنا ورحنا طفنا حوالين الكعبة 7 مرات وقلنا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وبعدين طفنا 7 مرات رحنا في الخيمة وقعدنا فيها، وبعدين رحنا عند جبل عرفات وقعدنا ندعي، وبعدين ذبحنا الخروف وقفت طبعا عرفان ولفيت حلواني التعبة
وقطعت اللحمة. لفينا حوالين الكعبة وقفنا على جبل عرفات وقطعنا اللحمة. لبيك اللهم لبيك.